وصلنا مع حضرتك للحديث عن أحكام العصبات، ولو هنبدأها كده نعرف الناس يعني إيه عصبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمدخلنا من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن عندما نقسم التركات لابد أولا أن نبدأ بأصحاب الفروض، فإذا ما أعطينا أصحاب الفروض ولكن بقي باق بعد أصحاب الفروض فإنه إلى العصبات. أصحاب الفروض دول اللي هم الشرع نص ليهم على مقدار معين لا يزيدون عنها ولا ينقصون إلا بطريق آخر غير الميراث بالفرض. طيب، إذا وجدنا باق في التركة بعد ميراث أصحاب الفروض إنما يكون للعصبات. والعصبة جاءت من كلمة العصابة، وهي التي تحيط بالرأس. فالإنسان لما يشد رأسه يقول إيه؟ عصب رأسه، يعني جعل حول رأسه شيئا يشد به هذا الرأس. قالوا: والأقارب العصبات كهذه العصبة التي يشد بها الإنسان رأسه. فالإنسان يتقوى بأهله ممن يحيطون به. والتقوي هنا بيكون تقوي بأقرب الأقربين، وخصوصا من الذكور، لأنهم هم الذين يحيطون بالقوة والمنعة. ولذلك هؤلاء عندما يحيطون فنجد منهم من هو في الأصول، ومنهم من في الفروع، ومنهم من في الحواشي من الإخوة والأعمام وأولاد الأعمام وهكذا. هؤلاء يحيطون به من كل جانب فيتقوى بهم على غيرهم. ومن هنا جاءت كلمة إيه؟ الميراث العصبات، يعني من يحيطون به ويتقوى بهم. جميل، دي سبب التسمية. نعم. طيب، أنواع هذه العصبات. نعم، الأنواع في البداية، يعني بعد ما نقول كلمة العصبات هنلاقيهم في البداية ينقسموا إلى قسمين: عصبة نسبية وعصبة سببية. إذن في عصبة سببية يعني بسبب، وعصبة نسبية يعني بحسب النسب. المفروض نتكلم الأول على العصبة النسبية لأنها هي الأولى بالميراث، ولكن أنا هبدأ بالعصبة السببية لأن العصبة السببية ليس فيها كثير كلام. نعم. مثل العصبة النسبية التي تأخذ معنا مجال تفصيل. في بعض التفصيلات. هنبدأ بالعصبة السببية، وهذه من اسمها يعني عصبة بسبب كذا. يعني إذن هي ليست عصبة أصيلة، ولكنها عصبة طرأت بسبب معين. ما هو هذا السبب؟ يعني فلان ده هيرث كعصبة أو بالتعصيب بسبب حاجة معينة، بسبب شيء معين. نعم، جميل. تمام كده؟ غير العصبة النسبية. نعم. بسبب نسبه يعني. لا، دي عصبة سببية بسبب طارئ. وهو إيه؟ قالوا: وهو العتق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. وقال: الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني وكأنه من النسب. ليه؟ قالوا: لأن الولاء بنلاقي فيه دائما في العتق مولى أعلى ومولى أسفل. المولى الأعلى بنسميه المعتق بكسر التاء. نعم. والمولى الأسفل نقول له مولى معتق بفتح التاء. نعم. من له الولاية على الآخر؟ الأعلى. المعتق الذي أعتق هو الذي له الولاية على المعتق. نعم. إذن اليد القوية يد المعتق لأنها اليد التي أعطت. نعم. واليد الضعيفة يد المعتق لأنها اليد التي أخذت. وقالوا أن المولى الأعلى عندما يعتق المولى الأسفل فقد أحياه من عدم. زي الأب لما بيتولد له ابن، فالابن ده دايما تابع لأبيه، فكذلك المعتق الذي أعتقه سيده تابع لمولاه، تابع لمولاه حتى وإن أصبح حرا. طيب، لو احنا تصورنا ان المعتق كان عنده عبد رقيق لا يملك من امر نفسه شيئا، وهو وما ملكت يداه ملك لهذا السيد. هذا السيد قد انعم على هذا العبد بالعتق فاعتقه، فلما اعتقه واصبح هذا العبد حرا انطلق ليعمل، فعمل وتكسب وكذا وكذا، ولكنه عند وفاته لم نجد له وارث.
لا زوجة ولا أولاد ولا أهل ولا أي شيء. في الحالة دي مولاه هو اللي يرثه؟ في هذه الحالة من الذي يرث هذا المال؟ قالوا أن الذي يرثه مولاه. يرثه ليه؟ قال أنه عصب. عصب ليه؟ قالوا بسبب العتق. الله. ولذلك هنا جاءت التسمية إيه؟ العصبة السببية، يعني العصبة المنسوبة بسبب هذا العتق. نعم. وطبعا هو ما بقاش فيه دلوقتي يعني عبيد او رقيق، ولكن هي صوره قائمه. طبعا نحن نعرج على هذا. نعم. نحن نعرج على هذا. نعم. لانه قد يكون في زمن من الازمان الاتيه. نعم. يرجع. نعم. نحن لا نضمن هذا. الامر الثاني، حتى تتم الفائده ويتم العلم للطلاب. لما نترك هذا الباب ولا نشرحه ولا نتحدث فيه، طيب ويجي الطلاب يقولوا ايه؟ والله احنا وجدنا في الكتب بيقولوا كذا وكذا. هو يعني ايه كذا؟ فلازم يكون عندهم فكره والمام بهذا الامر حتى يعرفوا. بالاضافه الى ذلك، نحن لازم نفرق ما بين العصبتين. نعم. العصبه السببيه والعصبه النسبيه، لان بضدها تتميز الاشياء. وفي فائده كمان جميله دكتور علي تعلمناها من حضراتكم، ان بنفهم منها فلسفه الاسلام في العلاقات بين الناس، ان نعم. حتى لما المولى اعتق يعني اللي كان عنده عبد او ما الى ذلك، العلاقه لم تنتهي بذلك. صحيح. بل على هذا المعتق بر. نعم. مولاه، بر او مولاه بر نعم. من كان مولاه. نعم. فالاسلام ربط منهم حتى في علاقه الميراث. نعم. او التوارث. صحيح.